أهلا بكم من جديد مشاهدينا. فقرتنا التالية مقال اليوم ويحمل عنوان: نتائج انتخابات رئاسة تركيا دلالات وتوجهات جديدة في الرأي العام. ضيفي في النقاش لكاتب المقال دكتور عبد الله عدوي، الكاتب والباحث. أهلا بك معنا دكتور عبد الله. أهلا بكم، تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. حياك الله دكتور. بداية، ما أبرز ما لفت انتباهك من دلالات يمكن قراءتها على خلاف السابق فيما يخص نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية؟ نعم، الانتخابات الرئاسية التركية حملت مفاجآت. يعني كنا في السابق نعتقد أنه وضع العدالة والتنمية هو الذي سيتأثر في الانتخابات، لكن الرئيس التركي يحظى بشعبية جيدة وبشخصية يعني تتوافق مع ما يحبه الأتراك وما ينظر إليه الأتراك كشعب تاريخيا للرئيس ولقوة الرئيس وللمواقف التي يتخذها الرئيس على المستوى الدولي وعلى المستويات التي يستطيع أن يتفاخر بها الشعب التركي أمام الجميع، بالإضافة للإنجازات الكبيرة التي يعني قدمها الرئيس خلال سنوات حكمه. فبالتالي يعني كانت هذه النتيجة ليست مثل النتائج السابقة، تختلف عن نتيجة الرئيس في الانتخابات السابقة والذي كان يحسمها من الجولة الأولى، فبالتالي هناك شيء مختلف. نعم، طبعا تحدثت عن ما أسميته الطبيعة الجديدة لدى الجمهور التركي، وهذه الطبيعة هي التي أثرت من وجهة نظرك في حجم النتائج وعدم حسمها من الجولة الأولى. على ماذا ترتكز هذه الطبيعة الجديدة للجمهور التركي؟ نعم، لنبدأ بتاريخ الأتراك والتاريخ السياسيين الأتراك. يعني أردوغان ليس الوحيد الذي مكث في السلطة كل هذه الفترة، صحيح له 20 سنة، لكن أيضا غيره من السياسيين مثل عدنان مندرس مثلا مكث 10 سنوات وانتهى بإعدامه، أتاتورك 15 سنة وانتهت بوفاته، هناك عصمة أنونو مكث 30 سنة وليس 20. فبالتالي ما بين رئيس وما بين رئاسة وزراء 30 عاما مكث في السلطة، فبالتالي تاريخيا يوجد من تجاوز أردوغان في مدة حكمه، لكن هذه المرحلة مرحلة مختلفة. أعتقد أنه هناك تأثيرات كثيرة أثرت في التصويت وفي دعم أردوغان بالنسبة للأتراك. هناك أيضا لا ننسى أنه نحن نعيش في عالم معاصر تؤثر فيه الثقافة العالمية والثقافة التي تستمد من تقنيات الإعلام الرقمي في سلوك الناخبين، فبالتالي لسنا أمام ظاهرة قديمة نستطيع أن ننظر إليها من زوايا تقليدية في الرأي العام. نحن أمام معطيات جديدة لابد أن نضعها في الحسبان عندما نحلل أي ظاهرة وأي مستجد في واقعنا المعاصر. التقنيات المعاصرة نعرف أن هذه التقنيات الرقمية يملكها الغرب وخصوصا أمريكا، هي التي تمتلك التقنيات التواصلية، فبالتالي هناك يعني سواء قبل ذلك التأثيرات المباشرة والتي رأيناها من الإعلام الغربي وكيف كان يتدخل في الأمر وتوجيه الرأي العام بشكل مباشر، بالإضافة للتدخل الخفي والتدخل غير المباشر والذي تلعبه بشكل أساسي هذه التقنيات التي تؤثر في الرأي العام وتوجهاته وسلوكه. بالتالي هي تخلق لنا طبيعة جديدة للجمهور المعاصر الذي يمكن أن تتحول هذه الثقافة التي تغرس فيه إلى سلوك يؤثر في اتجاهات محددة. أنا قلت في المقال أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا التأثير نلمس أثره بشكل صارخ، لكن بدأنا نلمس هذا التأثير من انتخابات البلدية عام 2019 عندما ترشح شخص غير معروف بشكل كبير أمام رئيس وزراء سابق وهو بن علي يلدرم، واستطاع هذا الشاب الذي لم ترى إنجازاته الكبيرة مثلما لاحظنا إنجازات بن علي يلدرم الملموسة والواضحة أثناء رئاسة الوزراء وقبل ذلك، فبالتالي تفوق هذا الشاب
من حزب الشعب الجمهوري على مرشح حزب العدالة. الآن نحن أمام مرحلة أخرى، الرئيس أردوغان بكل رمزيته وبكل قوته وبكل حضوره وبكل إنجازاته أيضا هناك تراجع. انظر إلى التأثير، هذه التأثيرات لا تكون مباشرة، لا تكون فجة أو لا تكون واضحة بشكل كبير، وإنما تبدأ بشكل تدريجي. نعم. لتكون. لكن دكتور عبد الله، كيف نفسر هذا التراجع كما تفضلت في مقابل يعني ارتفاع في مقاعد البرلمان؟ يعني هم يريدون هنا ولا يريدون هناك، في المحصلة العامة هل الجمهور يريد الرئيس وحزبه أم يفرق بين الرئيس وبين انتخابات مجلس النواب؟ وهنا كيف القياس يكون بالتغيير؟ يعني هل نحكم أنه حصل تغيير أم لم يحصل تغيير في المزاج؟ نعم، لابد أن نوضح نقطة أساسية حتى لا يفهم كلامنا بشكل خاطئ. الرئيس ما زال له حضور كبير جدا، و 49.5% هذا يعني دليل واضح على حضوره في الشارع التركي، وهناك أناس يعتبرون غياب الرئيس ويعني انتهاء لعصر التقدم والتطور والإنجازات التي وصلت إلى تركيا. لكن نحن نبحث ما بين السطور ونحلل لنستشرف. الآن بمتابعة المباشرة لآراء الشارع التركي الذي يرفض أردوغان، كثير من الناس، وأنا أرتكز إلى عشرات المقابلات التي شاهدتها وتابعتها بنفسي، يقول 20 سنة يكفيه، أو نريد تجريب شيء جديد، لنعطي الفرصة لشخص جديد. هؤلاء هم من يريدون الشخص المقابل، فبالتالي هم ينظرون للشخص المقابل ليس لأنه أكفأ من أردوغان أو أنه أفضل من أردوغان، بل لأنهم يريدون شيء جديد. فبالتالي في البرلمان هناك شخصيات جديدة، وهناك شباب، وهناك تداول للسلطة في البرلمان كل فترة، فبالتالي البرلمان التجديد دائم فيه، فبالتالي لا يخشى على البرلمان والانتخابات، فبالتالي كانت النتائج في البرلمان عالية. وإذا ما قارنا بين نتيجة مثلا اسطنبول، كيف الرئيس أردوغان حصل أقل من مرشح المعارضة في اسطنبول، في المقابل حزب العدالة والتنمية حصل أكثر من المعارضة بكثير في انتخابات اسطنبول، وقس عليها أنقرة وغيرها. فبالتالي هذا يعطي مؤشر أن الناس تفكر في موضوع التجديد، وهو حاضر في الفئة البينة، ليست المعارضة وليست الموالاة، وهي الفئة التي يعني ليس لها مواقف سياسية واضحة. نعم. وإنما يعني يكون هناك مجال أو فسحة لتعبر عن رأيها أو عن تفكيرها أو عما تم غرسها فيه. نعم. وهنا ممكن يعني أريد أن أشدد على نقطة، أنه تركيا مفتوحة على العالم، مفتوحة على التقنيات كلها، ليست حتى مثل باقي الدول، بعض الدول حتى العربية منها تحد من استخدام بعض التقنيات لشعوبها، أو تحد من بعض الخصائص في بعض التقنيات التواصلية، لكن تركيا مفتوحة على كل هذه التقنيات، فبالتالي هي أكثر عرضة لأن تكون خاضعة أو يكون شعبها متأثرا بهذه التقنيات. يعني أنا أذكر أنه الحكومة التركية عندما منعت ويكيبيديا وبعد ذلك تويتر، المحكمة الدستورية أوقفت القرار وسمحت لهذه المؤسسات بأن تواصل عملها في المجتمع التركي، فبالتالي ليس هناك ما يحمي أو ما يحرس العقل التركي والجمهور التركي من أي شيء خارجي، فبالتالي هذه البيئة المفتوحة. وطبعا هنا لا أحمل الرئاسة، المحكمة الدستورية هي عقبة أمام السلطة التنفيذية في أن تقوم. نعم. برأيك أمام الحديث عن فلسفة يعني التوجهات الجديدة للمجتمع التركي، إلى أي مدى نحن أبعد من فكرة طلب التغيير وأقرب إلى فكرة إصلاح بعض الجزئيات هنا وهناك؟ بمعنى هي رسائل، اعتاد الأتراك أن يرسلوا الرسائل للرئيس من خلال صناديق الاقتراع. يعني البعض ذهب لو أرادوا التغيير وحب التغيير ربما لنجح كليتشدار أوغلو أو المرشح الثالث أو ما شابه. إلى أي مدى يعني عدم الحسم من الجولة الأولى هي رسالة أننا معك لكننا لدينا ملاحظات؟ هل نستطيع اعتبار أن التوجه يندرج ضمن هذا المعنى؟
يعني رسالة نحن معك نعم هي ممكن كانت حاضرة في كثير من الآراء التي يعني تابعتها في أن الأتراك يعني نعتز بأردوغان ونعتبر أنه قدم لنا الكثير، لكن هذه لكن نعم. فبالتالي يبحثون عن التغيير، يبحثون عن شيء جديد، يبحثون عن، فبالتالي هذه حاضرة الآن. يعني باعتقادي نحن أمام مرحلة تقريبا أرجو أن تكون حسمت لصالح الرئيس، لكن هذا يحتاج إلى التفكير فيما نعم بعد هي ذلك. هي كلمة لكن فعلا تندرج وراءها العديد من الفلسفات. إلى أي مدى دكتور عبد الله طول أتراك فكرة أنهم لا يرغبون بالنظام الرئاسي، بمعنى أن العمود الفقري كان للمعارضة هو الإطاحة بالنظام الرئاسي والعودة للنظام البرلماني، إلى أي مدى ما جرى من نتائج برلمان ونتائج رئاسية بشكل أو بآخر هي أن الأتراك طووا فكرة العودة للنظام البرلماني؟ نعم، أول شيء أعتقد أن النظام الرئاسي يمتاز بميزات مهمة جدا لتركيا، يعني واستطاع الرئيس أردوغان أن يتجاوز الكثير من الخطوات في النظام الرئاسي الذي يعتبر نظام متماسك، تكون الدولة فيه قوية ويكون التعبير أفضل من النظام البرلماني الذي ربما يتعرض للاهتزازات ويتأثر بالكتل الصغيرة وإلى آخره من الأمور. لكن النظام البرلماني، أنت سؤالك من شق الشارع، الشارع حسم موضوع البرلمان، فبالتالي لا يمكن العودة للنظام الرئاسي، لأنه لا يمكن الذهاب لاستفتاء للنظام البرلماني، لأنه التحالف الحاكم حسم الأغلبية في البرلمان. لكن في الشق الآخر الذي أريد أن أتحدث فيه، وهو أنه النظام البرلماني كان يمكن أن يكون أفضل في مثل الحالات التي يكون فيها مأزق في موضوع الرئيس أو الشخص. حزب العدالة والتنمية حتى الآن لم يقدم وجه جديد يمكن أن يكون خليفة لأردوغان أو يمكن أن يتعول عليه كشخصية قوية تستطيع أن تكون خلفا لأردوغان. النظام الرئاسي يمكن أن يقدم شخصيات كثيرة، ورأينا عندما كنا في النظام الرئاسي تولى السلطة غير أردوغان أكثر من شخص، منهم ابن علي يلدرم وأحمد داود أوغلو، فبالتالي كان الحزب يقدم أكثر من شخص في نفس الوقت، ويمكن أن يقدم حتى في الفترة البرلمانية نعم أن يعدد في الشخصيات التي قد تقدم. فبالتالي النظام البرلماني هنا يعني بدأت تتضح أنه النظام البرلماني في ظل التركيبة التركية يمكن أن يكون يعني مخرج في حالة لم يكن هناك شخصيات قوية يمكن أن تقدم وتقنع الشارع التركي، بالرغم من إيجابيات النظام الرئاسي الكبيرة التي تستطيع أن تقدم تركيا كدولة قوية نعم. ولها مواقف قوية نعم. متماسكة. مع الإشارة بطبيعة الحال دكتور عبد الله بناء على الفكرة التي تفضلت بها أن هذه هي الدورة الرئاسية الأخيرة للرئيس أردوغان، نعم. ما يلزمه وحزبه للبحث كما تفضلت عن ترميز جديد لشخصيات جديدة لقيادة الفترة المقبلة. بدي أشكر وجودك معنا دكتور عبد الله عدوي الكاتب والباحث ضمن نقاشي فكرة مقالك نتائج انتخابات الرئاسة التركية دلالات وتوجهات جديدة في الرأي العام.